بين أروقة منطقة الأشرفية في عمان وعلى مقربة من حي الأرمن يقع مسجد أبو درويش الفريد في بنائه وهندسته. هذا المسجد يلي بيشبه لوحة الشطرنج من الخارج تم بناؤه من حجارة بركانية سوداء وحجارة بيضاء في الأربعينيات من قبل المرحومان أبو درويش وأم الجيش، وهم ألقاب لمصطفى حسن شركس وزوجته اللي قاموا ببناء هذا المسجد. هذا المسجد يعتبر من أقدم مساجد العاصمة الأردنية عمان وأجملها، وهو معلم من معالمها نظراً لأنه تم بناؤه في منطقة بارزة في جبل الأشرفية في عمان، ويمكن رؤيته من كل مناطق العاصمة. وبيحمل هذا المسجد طراز دمشقي قديم في الزخرفة والشكل الخارجي. وبيميز هذا المسجد تصميمه البسيط اللي بيجسد العمارة الإسلامية واللمسات الدمشقية التقليدية. أما مأذنة المسجد العالية بيبلغ ارتفاعها 36 متر وبداخلها 83 درجة. وبيضم المسجد أيضاً مكتبة بتحتوي على ما يقارب 3000 كتاب من أمهات الكتب. وبتعمل الدولة بشكل مستمر على تطوير المنطقة والمسجد لإبراز المسجد كتحفة معمارية وتاريخية وكوجهة سياحية، نظراً أنه بتميز بإطلالته في منطقة عمان الأشرفية لتنشط من خلاله حركة السياحة والتجارة في المنطقة.